عندنا الام ماكسيمم تساوي الام دي تو زائد الام لاج روت تساوي الار. كيو ماكسيمم تساوي كيو دي تو زائد كيو لاج روت تساوي الار. في معيار مهم جدا جدا بناخده معانا في السيستم. المعيار ده اسمه ايه بقى؟ اسمه الفتيج. ايه هو الفتيج؟ القطاع بتاعي الفتيج ده يعني معرض لاحمال اف ماكسيمم، وممكن في بعض الاحيان يبقى معرض لايه؟ مينيمم. اف مينيمم. ايه هي الاف ماكسيمم وايه الاف مينيمم؟ مرة تحمل يعني مثلا هجيب اللابتوب دي دول الماكسيمم اللي هو الارتفاع بتاع الكوبري بيتحمل باقصى احمال ديد لاين. خلاص؟ المينيمم الكوبري بتاعي بيتحمل بالديد لاين بس. لو انت بتشدها بنفس او بتعمل عليها شيء بنفس القوه مش تاثير القوه يبقى اقل، انما الحركه دي كل شويه تحملها وتسيبها دي بيحصل على قطاع ايه؟ حاجه اسمها الفتيج. خلاص؟ الكوبري بعد فتره من الزمن بسبب مرور العربيات عليه وعدم مرور العربيات عليه بيحصل عنده اجهادات اسمها اجهادات الايه؟ اللي هي الجهاز ده اللي هو الكلام. خلاص؟ عندنا حاجة في الكود بتاعنا اسمها الـ FSR، الـ S اللي هي الستريس، R ده اللي هو رينج يعني، أو إجهاد بتاع الفتيج، ده يختلف عن إجهاد الخضوع والإجهاد أقصى إجهاد، خلاص؟ أيوه. ده اسمه FSR اللي هو الـ FSR. كنا بنجيب من نمبر. بيبقى حاجة إيه؟ ما بين الماكسيموم والإيه؟ والمينيموم، زي الأفرج، حاجة في الإيه؟ في النص كده. تمام؟ طيب ال FSR دي عندنا في الكود حاجة اسمها ديتيل A، حاجة اسمها ديتيل B، وفي حاجة اسمها ديتيل B داش، حاجة اسمها C، وهكذا. دي اسمها كاتيجوريز. خلاص؟ كاتيجوريز للـ ايه بقى ايه ديتيل A وديتيل B وديتيل C وكده؟ ديتيل ايه ده؟ يعني القطاع بتاع الكاميرا اللي انت استخدمته في السترينجر قطاع رول سيكشن مفيش فيه اي انحماس. تمام كده؟ ديتيل بي ده القطاعات اللي هي فيها ايه؟ ويرزز فيها بولتس لحمات وفيها ايه؟ مسامير. قطاعات البيت اه والقطاع لو فيه وصله فيها مسامير. خلاص كده؟ في عندك حاجه اسمها ديتيل بي داش، ده بيبقى في الغالب في الكاميرا. لو انت عندك كاميرا كده وبتصمم الورطه اللي في النص
وعندك القطاع بتاعك بنت اب سيكشن وحطيته فوق كده كفر بليت. بتستخدم في النص هنا ديتيل بي داش وهكذا. هما يشير لك في الكود بتاعنا غير الحل بتاعت الحاله دي صعبه يعني هتحصل في الايه. ماشي انت بتحط الكفر ده بنحطه عشان القطاع بتاعك ممكن اول كاميرا في الكوبري عندها مثلا كوبري 10 باكيت اول سترينجر بتاخد اكبر عدد لو انت رسمت العزوم لكاميرا مستمره مش اول باكيت بتبقى اكبر واحده لان هي بادئه بصفر بتطلع نيجاتيف وهكذا انما لما تعلق من جهتين بيبقى اقل شويه. فهل انا بقى هصمم الكوبري كله على القطاع اللي عليه عزم كبير اول واحد؟ لا طب انا ممكن اصممه على القطاع اللي هو الصغير واجي بس عند الباكيه بس اللي هي اول باكيه ازود الكفر بيده في منطقه العزوم الكبير. طيب ديتيل ايه؟ في حاله ديتيل ايه؟ زي المثال بتاعنا احنا عندنا قطاع رود سكشن بنشتغل على قطاع رود سكشن ديتيل ايه؟ الاف اس ار، اف اس ار ده الجهاز بتاع الفاتيج هيساوي 1.68% طن على الصف المربع. الكلام ده موجود عندك في الكود؟ حد معاكم؟ بس ده لعدد دورات تحميل معينة 2 مليون. هو احنا بنشتغل على 2 مليون. حد معاكم؟ اولا الورق اللي انا بعته في جنب محطوط فيه العلاقه ما بين الديتيل وعدد دورات الايه؟ التحميل. احنا بنشتغل هي 2 مليون دوره تحميل. فدلوقتي شيء وسمير بيشتغل على ديت ايه؟ الاف اس ار بيساوي 1.68. خلاص كده؟ طيب يبقى انا كده لما اجيب القطاع بتاعي هجيبه من السبيس ده مش هجيبه بقى زي زمان كنا بنقول 58 مش عارف ايه و64 ايه. بنبدا بالاول بالفاتيج ولو كان الفاتيج كومب اكبر من 58 100 فيلد بنروح نرجع تاني على 58 و64 وكان ده قطاع رود او ايه؟ احنا زمان لما كنا بنصمم الكاميرا السنه اللي فاتت كنت بتقول ايه لو كانت قطاع كومب كنا بنساوي 64 100 فيلد بتساوي الام اكس على الاس اكس. صح. حسبت من احمال الام اكس تجيب الاس اكس تروح الجدول تجيب القطاع. خلاص؟ نعم. الكلام هنا ايه؟ هيبقى ايه مختلف شويه لان الاحمال هنا مش استاتيك. الاحمال هنا عندي ايه؟ احمال دايناميك. ففي عندي تاثير بقى حاجه ثانيه مش الحمل مش استاتيك بس عشان الديناميك فعندي تاثير حاجه ثانيه اسمها تاثير الايه؟ الكلام يعني. خلاص كده؟ فاهمين اصلي؟ ايوه. طيب بحسب الاول حاجه اسمها الاف الاف ماكسيموم من المعدل دي تساوي 1 تساوي ام مينيموم. المعدل دي موجود عندك في الكود اعتقد وموجود عندك في الورقه اللي عندك فوق. تقدر بناخد حتى الام اكس فاكتور بخمسه وربع وربع واحد من عشره. ما هو اللي هو اللي شغال بالريموت كنترول ده كان واحد من عشره الراجل اللي راكب في قلبه الكابينت. الكابينت ده اللي هو راجل راكب في قلبه. هنا الكود محدد دايركتلي كده ايه الام اكس فاكتور للايه؟ للونش. الكباري مش متحدد دايركت ده احنا بنرسمه بالمعادله. خلاص؟ فتأثير الديناميك في الكباري اكبر بكتير من ايه؟ للونش. بس تبقى انت عارف. فهناك بنشتغل على 58 و64 100 على طول لان ده اوريدي اصلا حددت قيمه الام. خلاص؟ هنا لا قيمه الام مش معلومه انت بتحسبها من المعادله تبقى من ايه؟ الاستخدام بتاعك. طيب المعادله اللي هنحسب منها الاف ماكسيم تساوي اف اس ار على 1 ناقص ام مينيموم. خلي بالك الشغل ده شغل كود قديم ماشي على ام مينيموم فنشتغل زي ما قلنا من 10 في ام ماكسيموم
الباقي الام منه ممدي البنوت اللي هي بتجيب لي منها الاف منه ايه هي الام منه البنوت. الكوبري واقف كده من العروش الابيض مش ده ولد يحصل احمال منه اللي هو اسم الكوبري نفسه يبقى الام منه بتاعتي احنا كنا حاسبينها اللي هي الام دي الزود يعني يبقى الام منه هتساوي إم منه 10 زي 6 من 10 ام مكسر من كام؟ 71 تطلع 2.7 2.7 عايزك بس تبقى فاهم ان القيمه دي احنا بنجرها ب 58 ميل فيلد عشان لو طلعت اقل بتاخد الاقل خلاص ده معناه ان الفتيك تاثيره عالي لان انت لما تقلل الاجهاد القطاع يزيد ماشي ماشي يا باشمهندس مش ركز معايا بقى يبقى 64 من 100 فيلد القطاع بتاعي رول سيكشن خلاص مفيش فيه اي حاجه تأثر على الجزئية بتاعت اللاتر بورشن الباقي فانا عندي الاف تنشن بتاع 4.2 خلي بالك انت عليك بلاطه خلصانه من فوق شكلك كده الايه فلنجر مش هيحصل انت مش لاتر بورشن الباقي خلاص فالاف تنشن هتساوي 64 100 في اللي هي بتساوي كام؟ 64 100 في 2.8 1.79 طلع السنتيمتر مرة نقارن ده بده بقى لما تلاقي ده اكبر من ده خلاص هنشتغل على الايه؟ على 1.79 ده معناه ان تأثير الفتيك مش عالي قوي يعني من القيم اللي انت حطيتها ده هو طالع 2.7 ممكن ده يطلع بواحد مثلا الاقل من اشتغل بواحد ايه؟ بناخد الاقل من الاثنين بتقرب ده لو طلع ده مثلا بواحد وده 1.79 هاخد الواحد هتاخد الواحد خلاص اللي هيطلع لك قطاع خلاص؟ يبقى كده الاف ماكسيموم بتاعتك هتبقى بتساوي كام؟ 1.79 دي اللي احنا بنشتغل عليها يبقى 1.79 هتساوي ام اكس او ام ماكسيموم على الاس 6 ام ماكسيموم دي كانت كام؟ 75 100 طن الاسطمب يعني على الاستريس يساوي اطلع 3944 طيب
الاتش هتلاقيها اقل، 350 هتلاقيها 54 تقريبا. لا قطاع الاتش اي بيبقى القطاع بتاعه مش نفس الرقم اللي ممكن. مش هتلاقي 500، مش هتلاقي 55 طن. الاتش اوبر بكام؟ هتلاقي جبلك لوحدها 408 كيلو. 43.8 سنتي. التي وب بكام؟ والبي بلانج بتساوي كام؟ واحد وربع يعني طبعا. التي لو بتاع 24. متأكد؟ اه. جي ايوه 300 هنعمل بقى اول حاجه ايه كلاسيفيكيشن اوف سيكشن. ده معقول انه بقى بس ولا اللي دخلت عليك ليه على طول؟ لا ما اخترتش قطاعات ثانيه. اختار اللي انت عايزه. هو احنا الاي بي مش نافع. اي بي ان ممكن الاخير اي بي ان استبان. كان ايه اللي اخره 3070؟ اي بي ان اخره 4000 باين. تظهر منهم يعني ولا مش بالإمباكت
الكود اللي هو جديد ما تضربش في 6 و 10 ف هما يعني التعديل ده عشان انت اقصى حاله مع ان الكلام ده ما بيخلصش فهم بيقللوا من النسبه ديت عشان بس مستحيل ان الكوبري يتاثر بالكتير ومعاه اقصى حاله في نفس الايه في نفس الوقت ماشي فال 6 و 10 ده عشان كده من 1.68 ماشي يبقى المقارنة هنا ب 1.68 قارن مع أرقام 1.68 خلاص؟ نعم هي عشان احنا الستريس بتاعت هو الـ MX على الـ SX خلاص؟ الستريس رينج ده بيبقى معتمد على اللايف لود فقط الفتيجة هل الديت لوب بيعمل فتيجة؟ ما بيعملش فتيجة عشان كده دخلت المعادلة بس بتاعت الجزء الخاص بتاع اللايف لود اللي هو اللزوم الناتج عن اللايف لود فقط 6 من 10 دي ثابتة صح؟ 6 من 10 دي ثابتة اه ده كود القديم كود الجديد ما فيش 6 من 10 خلاص 6 من 10 اما لايف لود زائد اي على اس خلاص المعادلة كلمة اكس على اس بس هي تختلف ان انا واخد اللايف لود فقط عشان ده ستريس رينج او فتيجة يحصل اللايف لود بس 6 من 10 ده كود قديم اه والكود اللي معانا طيب بعد كده الشير نشيك الشير شير عندنا الكيوب ديزاين مكان كيوبكس ومكان جي 53 شير شيفتي برضو زائد ال 10 كانت كام؟ نفس الكلام اللي موجود يا جماعه الشرح بتاع المره اللي فاتت. كنا بنضرب 10 دي كام؟
مستزل او الفرق دول كام 45 ناقص 3 11 و25 يبقى نص 25 نص في 1 ونص 11 25 25 8 44 8 44 8 44 عندك 3 يعني ايه برضه حاول تقدرها عشان وعندك بقى هنا في النص كام مستطيل 50 واحد ونص دي 50 و6 صح كده؟ دي 50 و6 خلي بالك بقى انت ممكن عشان ما تتلخبطش او ممكن تكتب لون بلون خفيف كده مثلا او قلم خفيف ولا حاجه عشان ما تتلخبطش في الارقام 50 و6 طيب الرياكشن بقى ده بيساوي ايه؟ جمع بقى الارقام اللي انت ما تقدرش تسميها تاني ارقام 50 و6 زائد 8 و4 زائد 25 و3 اطلع 84 شو بعد انا شو مثلا هضرب جبت الارقام انا بحسب الاتوم
بحاول الشكل بتاع لازم نلود ان عندي لود مثلث ومستطيل ومثلث خلاص بطريقه كونفيجريت دي عشان احسب الديفيوجن دي طرق للحسابات احد الطرق دي هي كونفيجريت دي خلاص وكان طريقه الباستر بوينت دي الطريقه اللي احنا بنستخدمها لان تعتبر دي اسهل حاجه حولنا العزوم دي لاحمال جبنا تحت المثلث ده واحد ونص قيمه العزم اللي هنا يبقى نص واحد ونص مساحة المثلث مساحة المستطيل ومساحة المثلث. مجموعة 75 دي العزم 45 ده العزم بعد كده ركزت اللي بالاحمر ده كم المساحات مساحات تمام ماشي طيب الرياكشن بقى طلع بره انت اللي هو قيمه الرياكشن للاحمال دي خلاص فانا ممكن اعمل بين على الاربعه واقعد احسب فيها مضرب 15 انت ممكن تعمل ماشي ممكن تاخد السوبر بوزيشن هتاخد كاميرا على حمل مركز في النص لا مفيش مش بيطلع على بعض يبقى الحمل مركز في النص المعادله بتاعته كانت كام إيه لا الريفليكشن بي اللي تقريبا على 48 يارد ماشي دي تخليها على جنب حط الاثنين حمل مركز دول بس طبعا عشان دول مش التلت والتلتين هي لها معادله تكتب دكتور شكل بهيلي هتلاقي حصلتك المسافه ايه والمسافه بي هحسب لك كنت الريفليكشن لا لايه الكاميرا عليها حملين بس المهم يكون الحملين متماسكين يعني الكاميرا متماسكه يعني تشيل ده خالص المهم ان دول متماسكين يعني هو موجود عندك في كتاب الدكتور شادي خلاص بياخد الفاريبل ايه المسافه ايه والمسافه اللي ما بينهم بي ودي المسافه ايه مثلا عايز تحسبها في كتاب يعني الكتاب بتاع الدكتور شادي عادي مش بتشتغلها عاوز تحسبها زي ما انا بحسبها كده لازم يطلع ماشي طيب العزم بقى في النص هنا هنسميه ام ايتا هيساوي ايه 84 و3 3 ناقص 50 و6 الاول في 75 ناقص 8 و4 في نص بقى مش هو 1.5 يبقى 3.5 ناقص 25 و3 نص و نص يبقى 2 يبقى الحسبة دي بكام؟ 160 و15 طن في المتر المكعب مش طن في المتر طن في المتر المكعب حسب حاجة تركيز مش النص ده تركيز المثلث يعني هو 1.5 يبقى 2.5 فرق الرياكشن من 84 و3 دي مجموعة 50 و8 و4 و5 و6 و8 و4 الايه تمام؟ سرعة الريفليكشن هيساوي ايه؟ ام في الايه على ام على الايه اي اكس صح؟ الايه ب 2100 والمومنت بتاعنا اللي هو بيساوي كام؟ 160 و15 160 و15 بس خلي بالك بقى ده لو كان المكعب يبقى 10.6 على الاي ب 2100 الاي اكس دي من الجدول باشمهندس اللي كان عايز يقول لي عليها في الجدول دي 3900 هيطلع 68 متر 68 متر طب الاسبان على 800 75 يبقى كام؟ 0.75 بالنسبة لي كام 600 600 على 800 0.75 يبقى كده ايه؟ كده ايه؟ دكتور في 5 على 300 لا لو حمل موزع